في منتخب اللي هو فيه لعيبه تخض باسعارها تخض، تلعب في انديه كبيره جدا. منتخب انا كنت شايفه ان هو من اقوى منتخبات في العالم، غير لما تشوفهم بيلعبوا غينيا في دور الثمانية وبيكسبوهم 5 وما عرقوش، يعني ما عرقوش، يعني طالعين بتشيرت ما عرقش. منتخب غينيا المفروض كان منتخب قوي، بس تخيل منتخب غينيا اللي احنا شايفينه قوي كدوار تمسكها تديها 5، فاحنا القلق يعني زاد شويه. احتفال الدروجبا طبعا مستفز جدا جدا، بس هو كان شايف ان برضه منتخبه منتخب قوي، فالموضوع ممكن كان وصل معاه اللي هو للغرور شويه. احنا المفروض بعد 3 ايام هنلاعب المنتخب ده اللي كسبان غينيا 5 وفي دور 8 وما عرقوش، فتخيل بقى انهم لو عرقوا قدامنا وبهدلوا نفس، يعني جريوا شويه وعملوا وجود قدامنا، وده يمكن اللي خلانا نركز اكتر عشان احنا حسينا بقوه منتخب كوت ديفوار، خلانا نركز اكتر ونقدر المنتخب القوي جدا ده يظهر قدامنا بشكل احنا يعني في فوارق.